محمد، ايه اكتر حاجة بتضايقك؟ اكتر حاجة بتضايقني حاجات كتير قوي، مفيش حاجة مفيش يعني، بس يمكن اكتر حاجة بتبقى الكذب او الخداع. طب اكتر حاجة بتفرحك؟ اكتر حاجة بتفرحني، دي غريبة، ده سؤال ده انا عايز حد يجاوبني انا عليه الحقيقة، انا مش عارف. طب اكتر حاجة بتخاف منها؟ اكتر ايه يا اخوانا الاسئلة المفاجأة دي؟ اكتر حاجة بخاف منها، اكتر حاجة بخاف منها مش ربنا مفيش حاجة تانية. عندك فوبيا من حاجة معينة؟ لا مش فاكر ان انا عندي فوبيا من حاجة بعينها يعني، ولا حشرات ولا اي حاجة؟ حشرات اللي هو العادي، بس مش فوبيا يعني. اكتر اكلة بتحبها؟ بلاش يا جماعة الكلام ده، انا عامل دايت، النبي ما تفكرنيش بموضوع الاكل ده الله يكرمكم، يعني بحاول امسك نفسي بالعافية في موضوع الاكل ده، بس في حاجات كتير قوي طبعا، في حاجات بقى بشاميلات وملوخيات ومحاشي، ده فيه هبل. لا 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 خلاص خلاص، كفايه قوي لحد كده، احنا غلطانين اصلا ان احنا فكرناك بالاكل، في كتير قوي دلوقتي بيسمعوك بيعانوا من نفس معاناتك في الدايت، فبلاش تدوس على الجرح قوي، وخلينا في الاكل اللي انت ما بتحبهوش. ما بحبهاش؟ بحبهاش؟ لا في استنى. اللوبيا ياه وحش قوي. طب لو حد جاب لك لوبيا بقى؟ وهعمل نفسي مش واخد بالي، يعني مش حق، ما بحبش اجتمع مع اللوبيا يعني. كنت شقي في المدرسه؟ لا بالعكس خالص. عمرك غشيت؟ اهي ما شاء الله يعني كلنا الحمد لله. شكلك في حكايه. ما اني موقف فيهم هذا موقف عن انهي حته بالظبط؟ الغش بقى. في الغش؟ لا مش موقف، ما فيش موقف بعينه يعني، بس فكره اللي هو يا جماعه اللي عارف حاجه يقولها يعني، بنبقى قاعدين بقى بالذات طبعا في امتحانات بتبقى عظيمه يعني، ايام كنا بناخد بقى الحاجات المجعلصه بقى الجبر والهندسه والحاجات اللطيفه دي، فدي بالنسبه لي كان امتحان غش مش امتحان الماده. لا ده واضح ان الغش كان رفيق العمر، ما كانش مره ولا اتنين. غششنا بقى وقول لنا لو حد كسر عليك في اشاره هتعمل ايه؟ مش عارف، ممكن اعمل ده تقريبا العادي يعني، فبقى يعني يمكن بقيت بارد مش عارف. طب ولو خبط لك العربيه؟ يومه اسود. لو نفسك يبقى عندك قوة خارقة تحب تبقى ايه؟ قوة خارقة اتمنى تكون عندي اطير. ياه عشان تعمل ايه؟ هعمل ايه وبطير؟ هطير اكيد، بس فكرة ان انا مش ملتزم بقى باي حاجة تحت، ما بيليش دعوة بايه اللي بيحصل على الارض، ما ليش علاقة انا فوق. اكتر كرتون بتحبه؟ اكتر كرتون بحبه لا كتير، توم اند جيري طبعا على رأسهم. فاكر اول هدية جات لك؟ والله ما فاكر اول هدية جات لي امتى، السنة دي ولا في عمري ولا اول هدية جات لي امتى، ما بقى اسأل امي مش عارف. طب أغرب هدية؟ أغرب هدية؟ أكل لقيت حد جايب لي هدية أكل ولفه وبتاع، فكانت غريبة جدا بالنسبة لي. بقى الأكل هدية غريبة؟ ليه يا محمد كده؟ بص للجانب الحلو من الموضوع، إن اللي جاب لك الأكل شخص عملي جدا، قال هتستخدمه ولا مش هترميه ومش هتديه لحد، هتستفيد بيه وتبقى مبسوط يعني. طب هقولك خلينا نهرب من الواقع وقول لي لو حبيت تتنقل بآلة الزمن تحب تروح فين؟ أحب أروح عشرينات وثلاثينات والمرحلة اللي هي كل الناس كانت ريحتها حلوة بالزيادة دي، والطرابيش والشوارع فاضية والحاجات دي. حلو ده، لو كنت ملك في التاريخ تحب تكون مين؟ لو كنت ملك، ملك الملك فاروق بس من غير نهايته. أنت برجي إيه يا محمد؟ أسد. ومميزاته؟ مميزات برجي أنا مش لاقي له ميزة الحقيقة، يعني مش عارف والله ما عارف يعني، انتوا تحللوني انتوا بقى. طب عيوبه؟ عيوبه بحسه هجومي يعني، يمكن دي حاجه انا بحسها في نفسي اللي هو يعني بسخن بسرعه او بطقش بسرعه.